السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وعنا وعلى أحسن ساكم حاربا قبلنا الوداع الرتير كين رتين كين صباح ذي وصباح حرق تبغى كاف سمينا مشاريع ما كرت سميسة هاي هو يا سلام أنا أسكرا في عروتة دي ورتين كسوك عين مشاريع يا نوكر سميسة صباح ذي حنت على عروتي ده ده الوضع إن المتقانة أكريو عن تقولون مركب مشاري يا سيدونا إن شاء الله تعالى أما بورس أو تقانين ومدة مدور عن أكرنا يا إن شاء الله تعالى وحكو داري دونا السوق سكرتنا كل ما تابنا عيب وحكو سينا يا قرف الشيدة حدي سوق عين دي وليدي سوق عدي وليدي سوق عين دي وليدي سوق عين دي وليدي يبر صباح نمو إن شاء الله تعالى ميسك قرع دي وانو ديار وحد وانو ديار إلى الصعدة قبل الروتين كي إلى سبحي وحن سميها إيه فاقي سبيتي لهو يوين بغن وعروري باجي أو بان سبحي وفضل الله الله عدي مسكوش أسوق الليل حان ربا إنا وعضي وانو عضي إن شاء الله تعالى إلى الصعدة أكوين عدي دولي الله مركب ما أسوي عذيي وحائم أنا يقول كي فرقة سلتها أوتي دي وحنقول ديار الركودة هبينك أنا ديار سدعون وكستي الركي سايانس كدول سارة إلا سيسا مذا وح كستوا ديار سدع هبينك سان صبح ودباتون هذا وين الركي ورسم واعي أي أنا الركب مركب أودك دقو أنت الركب قشنا يا أنا وحن سمايا قرعة أوسي درم على كريم كودي شركة كريم كودي وجيجا كي حتى فروريها انقبوق وغمرنايو قبوق مركو جرا حتى سنك اني دحديس كريم راك سو مريا ما شاء الله وحدو دي دمالكان ويال وكس انت كامل اسكل مع على جيت كده قبوق سيسانتي دي قعمهي دي وحدو دن او كواسا دريس كاسيستا اما جيت كاس كخيرنا قبوق المهلو غشتا انت انا وانت ويلكي وين اسغا غشنايو ان شاء الله تعالى انت غشنايان ايا وحا سمينا يا اني انا قراعده ان اوغا سو فايدين ان شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى هذا بتدل بكل سيبان الكود إيه كتشيف تاني هذانا إيه وسبوس إحنا بيجينا يا إن شاء الله تعالى ساكن بحكي كتشيف وين كتشيف الرقص وكشتبروني اللي كانوا رحتي إنك يسوس كتبدل على هذا الكود إيه كشنا أنت بدك كشنا أنا قراءة إيه وحاجة يا رنا يا أنت ده يسوقك ما بين هيك وقاعد الهاي إلى صعد إن شاء الله مركب عزاد يا سلام ميسك إنه قراءة ده بيعد أيام صبح حال ما هو شباب اللي دنان ويعمل على التعليم حرام إنه يهود كي وكوبيا ولا كوبيا يعو هل كان حلو ودي أرسل عنا هني هدول هاي رهضة أنا مشاردة أما قلت كم طري لها ما كان صعد إن شاء الله تعالى الله الصعدة قبل أنت قراءة ودي أيار وصو قراءة الله قراءة إني وينو صو قبودي مكة سكرنكم طابا حقدر الصبك يوحى أقدر قرفة الشيزة أقدر إن شاء الله تعالى يا دي عانا ربان عانا لفت الكودوي عبايا كلاس من كودي بالوصف وقبنا يا قراء وناكسن أركن وانقا شاني هذا إن شاء الله تعالى بسم الله دهي بسم الله ملي اللوبي بسم الله بس صادة هو مقلا هو ينادي بسم الله هذا إن شاء الله تعالى عندك صدق قراء ذا شو معي ما شيء أنا صبحي وحنقول لك شو ما عرف هاي أسكش إذا إن شاء الله تعالى قبله أيه قبله هرو أركي قبلها أركين با أيه ما كسر في إيدي دونا جيت كين وقصة صبحي فتين وبعدين جينا الأذى الله وحلا الحلي حمدي كسر هذا إن شاء الله تعالى وكسر هذا دونا دوم جاي رهده جينا إيه وقصة هاي أركين وقصة ناي وحنقول دمن تما هاي نادي بدي روس مايو ما هو سكر ملو دراي معاني جيت كسر سكر عنا إنا تما بدي روس مايو إن شاء الله تعالى ركود قيوب عنكو تشوفو بس هذا مرة ونو نو صو مرايا وقبرو يضو تكنو إفير سنة يبويل الكل إن شاء الله تعالى وكاسا دي قراء دو دا يوم ديارة يقنا قراء كل يوم سنية ساكي جودة تريون مطبع كل يوم سنية كان وكي ويل كيغا فلوك تيسي يوم بركي سوسن بورسو كود وكواسا إن شاء الله تعالى يا كان ورسام عسكري وكسام عيلي سالكا سوو قرن القدس مجا عوا قسم الله وكوه استادي كله ما كوس عني سو سكول كده محتاج إنه مهلا ست دبي دبي نايا نو يبرقين تاي واتنا راح بحتا ورقين سنة كوري سنة كان ما شاء الله إن شاء الله تعالى هون ومهرين فكاس قلت جينا نكيد كان أبو أرس كده وين سعيدين جينا نصاع ما شاء الله سو هذي جاي روتين كده ما نويا فكاس ما خلوا تيم كيجي أنا على الصنايع إن شاء الله تعالى وعلى الصنايع وجلنا أقنا وصديارنا تعرفت إيه عناية قرعة ذا كنا استريس كل بتصبح دي حكى في عن هذا أسبوع دروا تجدوا وعرفت هذا بعد عطها أنا قال ذا عرفت أبغي نسأل كل تيت إن شاء الله تعالى ها يرفع الله
mashallah timihiina waasha la istanday camera dowa googoynaa because hawla tirbadan isku dhaxwada ma fahantiin timihiina tuu lotion leh koraa ugu xiray way tamad dheertahay inshaallah taada keen wa diyaar wayna soo quraacatay wariya wasame adkaar taqriso inna tawakkalta ala allah fadlaki la hawla wala quwwata illa billah ali ali wasabahna arrt wal soo diyaariye mashallah kamila wada xanaanayda laba furin saacad ay taala saacay baray goofra nasmaana shu iskuul kisa galaan wa saacay furta marka dantu waxay igu qasbaysaa inaan marka hore aan geeyo ha ay soo baxna ku sameeyna dadku waxay igu qasbay marka hore aan geeyo kamilo ka badina aan marka hore aan warsana geeyso raa kamila ila hadlay soo ku mashquule ka badina aan kamilo geeyo ma sha Allah ilaahay subax fiican ha dhigo yaa saaki qabow xuna jiro inii xataa wax leh hooyo qabow ba jiro saasi taar waxaan u soo xirxireen si ilaahay og yahay qabow adduunkan u jiro ma sha Allah maalinteena halkaan ku dhamaatay kuwa aniga iyo ma magrafood nit noon ha hooyo otto ma magrafood noon la otto okay mamba marka arurta la soo sheekaysanay insha Allah taala gabdho iyo dadka ma idaawanaayo subaxdii marka wadada si mareen waa inuu sheego iskuulka macnihiisa waxa uu ka qabanaayo sababta uu wado waa inuu ogaado ilma arin ma hal amal iska jiido maaha waa inaan u sheego macnaha uu wado meesha uu u socdo inuu macallinkiisa maqlo inuu galaaskiisa fariisto inuu gacmaha dhaqdo inuu kabaha maxay ahayto iskuul gudiisa lagu joogo isticmaalo waxyaala badan aan rabaa inaan kala hadlo insha Allah taala intaan wadada sii socono tii yareedna waa wataayo xanaanadeedii waa tasa waxaa la furayaa laba saac iyo soddon ninkaana laba saac ayaa fartana loo furaa meesha iskuulkiisa 10 daqiiqo bas ii jirtaa way iga fogtaa marka waa ku qasbanaa inaan iyadana wato wadada dheer iyo qabowga aan idin isla jafno asaga geyno soo noqono marka waa markaan la sheekaysan lahaa wax badan u sheegi lahaa la qosli lahaa wadada kula ciyaari lahaa soo faraxsan aan geeyo xil horsaada tiyareen aanan gacantayda haysto gacantaas ku dhiginahay arteen asal rutiinkeedu gabdho badan ka heleen oo aad ugu soo falceliyeen kana wakiili doontiin insha Allah taala waxa kale iga faa'iido dharka dharka caruurta saa markiiba inuu tusi habeenkii aan diyaariya gurigana habeenkii iska hagaajiya dharkoodana habeenkii aan diyaarsadaa soo dharka ay maalinta ku imaadeen waa fiiriya wax iga anfacaan kala baxa laakiin waxyaalaha aan maalin kasta bedelo isan caruurteedu ku noqon waxaa kamid kastuumooyinka iyo sigisaanta maalin kasta waa bedelaa kuwaas ma baahna iyaga in la fiiriyo in nadiifiyo inta laakiin fanaanada iyo surwaalka iyo dharka qabowgana labada wiik ama wiiga hal mar aan dhaqaa gacanta ku dhaqdaa dharka qabowga markiisa kalena labadii maalinba hal mar aan ka bedelaa maalin way dhacdaan maalintii dharka bedelo ee wiilkay gaba dhaba maalin waxaa jirta aan ka bedelin marka insha Allah taala wakasa marka baashii diyaarada arkay saladeedii iyo dambiisheedii dharkooda habeen ku diyaarsa marka subaxdii dharka u galay aan ka bixiyana dharkooda hurdada hadana ugu diyaariya oo qolka u geliya kadib dharkooda hurdada gashtaan dharkii ay ku imaadeen asan ka saara wixii iiga nadiifa kurta wixii kalena isla markiiba qasaaladan ku ridaa tak tak hore aan wadaara habeenkii waa waraad duub marka hadan noqdo waa u feereyna qaanadiisa maalina iga faa'iideey doona insha Allah taala ayadana hadda meeshii bas ka imaanay waqti caruurta waay marka waynaan la hadlo waa nafti ilaheysaa nafta nafta raqabo ilaheyso ayagana waaba jannadooda waa barafka jannadooda siiba nin meeshaan adduunsa inaan ku dhabaalkaas cad waa ilaa shala gabdhaha ii soo qoraayaana la waa naxnaye waaxa barafku adduunsa de'in de waa soomaaliya roob ka da'ay ama afrika roob da'ay maaragtay kula in yahay camal iyin ciyaalkaadaan si loo dul fadhiyo fiiriya adduunka barafka loo jecelyaha maanta inuu roob di'i doono aan ku qoran waxay cimilada ma aqaan say noqon doonto marka galabta kuley kabowdii roobkay wataan oo qorabkan loogu talagalay qabowga kabowdii qabowgana iskuulka u yaalaan marka hadii uu di'i waayo kuwaas u gelinayaan iskuulkii xanaanan haduu da'ana kuwaana wadanayaan adduunka kuwaas loo jecelyaa because waa hawl fudud waqti la daraq lagu siinaa kuwa kale waa dhigayay si wax ku gashto oh baski asugeyna akana baskeri meesha baska taaganaha sasa barafka loo dhex seexanaa loo cuncunaa oo loo jecel yahay anigana waa dhabayaan ku iri qabow bismillaahi raxmaan raxiim ilaahayooda addoonkaadi ah wadankeenoo nabade
dadka Soomaali isku dagaalaya meeshaan keeno wallahi billahi inaysan inay isdagaalaan iska daaya xataa inaysan isiirin lahayn aan ku dhah qabowga hadii la keen lahaa dharka laga dhihi lahaa ha ilaa wadda keenoo nabaday dadka Soomaali jooga nim ay haystaan ilaahay nimcada u siyaadiyo ilaahay dagaalka dul qaado waana kaasaa baskeen waa yimid baska qaadanayna hadda maasha allah waqti fiican aa haystaa 20 daqiiqo ka hor aa haystaa iskuulka 10 daqiiqo ka hor aan tagaa bikoosabiga iskuulka inay igu hor ciyaaraan aa jecelahay inaa istareysay soo cardho cunugii galaaska daraqu siiyo ama anoo yafturay ma jecli waxaan jeclaa inuu iska ciyaaro inarjiga iska bixiyo inkastoo cuntii sokor badan baan saa kasoo siinin waa kasaa baska way maaday maasha allah salaam alaykum iskuulkii aa u soo dhawaana hadda waa kaasa iskuulkeeni insha allah tacaala baska kasoo degana midaas dharka badana waa soo marnay qofti meeshaan barafka adduunka iska cunoosaa jakamle war ma rabto ah anigana gacmihii idhade way idhadeen si gaduudteen subxaana allah ayagana barafkii cunaayaan ayagana waa dheeshooda anigana waa dhimashadeeda barafkana la qabowgaba ilaahu noo sakhir rabbi iskuulka ninkan geynaa kabacdi qoftiaan soo noqonay aniga baskan kusoo noqonayna kabacdi la geynaa xanaanadeeda kadib gurigeegiima iska naso waaye inshaalla videoga bixin hore waa soo gelina hadii ilaahay rabto ujeeda hooyo aniga naagtiaanahay baskeena u socnaa baskaa qaadanayna insha allahu tacaala waa kaasaa allah maalinteydii dheereed hadda way isoo dhamaatay gurigaan gurigaan u socdaa markaanaa iska quraacanaayo anaa iska nasanaayo sidaan shalay idin soo duubay rutinarkii kale ay bilaabanaya inaan guriga iska hagaajiyo ilmaha cuntuu sii diyaariyo oo kariya hadhow doono insha allah tacaala waxaan soo geli doonaa next time rutiinarkayga habeenkii marka caruurtayga seexdaa maxaa sameeyaa video host waxaan kusoo qori doonaa wixii aa su-aal qabtid soo weydii wixii aa su-aal qabtid iyo wixii aa jeceshaa inaan next ini soo sameeyo ama inga faa'iideeyo gabdho ila soo wadaaga subscribe-ka share-ka like-tana waa dhankiina commentiga quruxda badan aada iyo aada ayaa u mahadsantiin team ebno soo dhawaada maasha allah dad badan oo wanaagsan aa nagu soo biiray aada iyo aada u mahadsantihiin waana inii mahad celinaya insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu